أجمعت وسائل إعلام إسبانيا أن برشلونة توصل لاتفاق لتمديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لثلاثة مواسم قابلة للتمديد إلى موسم إضافي. أضافت المصادر أن التوقيع على العقد سيتم بعد 30 من حزيران يونيو بسبب أمور حسابية تخص النادي الكاتالوني، حيث سيكون العقد الجديد لميسي ضمن ميزانية الموسم القادم والتي تبدأ في الأول من تموز يوليو. ورجحت المصادر الصحفية على أن الشرط الجزائي لفسخ العقد الجديد سيصل إلى 400 مليون يورو. أعلن نادي إشبيلية رسميا تعيين الأرجنتيني إدواردو بيريتسو مدربا للفريق خلفا لمواطنه خارخي سان باولي. المدير الفني السابق لفريق سيلتا فيغو وقع على عقد لمدة عامين مع النادي الأندلسي. هذا وسيصل بيريتسو إلى إشبيلية في الأيام القادمة للتوقيع على العقد وتقديم المدرب رسميا إلى الإعلام. يذكر أن بيريتسو قام بعمل جيد مع سيلتا فيغو الموسم الماضي ببلوغ الفريق نصف نهائي الدوري الأوروبي قبل أن يخسر أمام حامل اللقب مانشستر يونايتد.